يسجل علي مبخوت. يا بختم فيك يا علي، هذا المهاجم اللي ينشد الظهر فيه، يسجل في كل مكان في كل زمان في كل ملعب كان. علي مبخوت ما يفوت الفوق. عرضية ولكن تتخلص، وصلت لصالح بيت، ممكن التسديدة، تمريرة جسراوية جسراوية، جول، لا والله جول للجزيرة. بيدور فيها، يا سلام يا لعيب، إن أتى هدف فهو من سبيت، فهو من سبيت. علي مبخوت بيلعب للكرة، الله يا جسراوي. إلى إبراهيم دياكي، يا سلام يا سلام. علي مبخوت هل ينهيها؟ هل ينهيها؟ الله، علي مبخوت. سبيت، كرة عرضية، مبخوت، ويا بخت الجزراوية فيه. اللي مشارك الآن مع طفرة، ودياكي فرصة الشوط، فرصة الهدف الأخير، فرصة الكلمة الأخيرة. جاكي يا لعيب، رماها رماها، علي مبخوت يا لعيب. اسمع الكلمة الأخيرة، اسمع الكلمة الأخيرة. إلى أولوفييرا، وأولوفييرا يسدد واصطدت، والكرة خطيرة جدا، خطيرة، وانحطت. في الشوط الثاني، في آخر ما تبقى من دقائق، كرة عرضية عالية، كنترول بالصدر، يا سلام، تهيا في مكان يا لعيب، يا رب. علي مبخوت سجل، علي مبخوت تفكت، علي مبخوت سجل، يا بخت الكرات اللي تسجلها. إبراهيم دياكي على تنفيذ الكرة الثابتة، يتقدم إبراهيم دياكي، بيلعب الكرة في مكان راسي، الله. تعود من جديد جزراوية، هنا الجزيرة، هنا النصر، في الجولة رقم 20، هنا علي مبخوت، عاد الجزيرة وعاد النتيجة عن طريق علي مبخوت. نعم، هذا الأرجنتيني ممكن يصوب تمويهة جميلة، عدى ورث الكرة، الجول، الله. يسجل الثاني للجزيرة من 720 دقيقة اللي لعبهم الجزيرة في جولات الثمانية الماضية، ستة في مباراة الوصل وستة في المباراة الماضية، وعندنا محاولة خطيرة، فرصة الثالث، فرصة الثالث، الله على علي مبخوت. يرد تاني المكان المضبوط، انطلق على طول الجزيرة، هوبا، يلا أوليفييرا، هوبا، الهدف الأول، الهدف الأول، الله، تكون صعبة للفريق الجزراوي. أولا تفكر بهدف أول، وبعد ذلك التعادل، وبعد ذلك بفوز، وعندنا كرة جول، جول. علي مبخوت يستغل خطأ ويعيد الجزيرة مرة أخرى إلى المباراة. أوليفييرا أو دياكي أرسلها إلى دلقاتو، دلقاتو إلى الأمام، محاولة جزراوية مرة ثانية، الأرجنتيني يوفك، يا سلام يا سلام. الجزيرة 2 عن طريق مبخوت، الله، هنا الجزيرة. دلقاتو أنت خارج ملعبك، وبالتالي يرسل كرة، لكن هذا الصديق صدى، تعود المحاولة الجزراوية، لا زالت مستمرة، فرناندينهو، وتمريرة خطيرة، لا زالت هي جول، جول.
للجزيرة هدف ثاني. عمل شغل كبير قوي، عمل شغل كبير جدا، ممتازة خطيرة جدا. علي مفخوت، علي 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 يا علي، والثالث الثالث علي مفخوت الثالث للجزيرة. الشق الجماهيري ده جو جو مثالي ممتاز. مساعد ما رفعش الرابع الرابع الرابع، الجزيرة فتحت على الرابع، الجزيرة على الرابع. أعاد وأعاد وأعاد، الله علي مفخوت، علي يا علي الدلع يا علي، علي يا علي يا علي يا علي، مش ممكن. مرغش يا ولد العيد يلعب مع شين، يلا يا شين شيل الكرة، تروح الكرة طويلة أمامية، عاوزين هدف من تلا الفئة أو أي حد من فرقتين. علي مفخوت خطير جدا، علي يا علي، علي يا علي الدلع يا علي، هو ده هو ده علي مفخوت. فرناندو توريس الإمارات يا حبيبي يا حبيبي، ذكي ولا كرة ذكية. مبخوت مبخوت يعلن عن هدف للجزيرة بالخطأ. هذه عادت من جديد الآن أوليفيرا، علي مبخوت يبحث عن دلجادو، مبخوت، الله، هدف جميل جدا بالفعل ثالث عن طريق الهداف، عن طريق اللاعب الرائع مبخوت بالفعل. يرسل كرة الآن، وصلت لمسلم فايز، ارسال كرة في المنطقة خطيرة أرضية، ممكن جول، الله، مع علي مبخوت. لدينا 23 انتصار للجزيرة، 23 انتصار للشباب. علي مبخوت كرة، ممكن أن يأتي هدف ثالث للجزراوية، ووصلت إلى مبخوت كرة، الله، هداف الجزراوية. إرسال كرة لكن بتتخلص، تصل أن من جديد مصلحة الجزيرة، ضربة أولى يبحث عنها علي مبخوت، عشق وهام حتى من اسمه واضح. جميل، شوف سايت يا ولد، ثالث عالمي، الثالث عالمي. بص شوف الجزيره، بص شوف فريق الاتيكيت يا جماعه، شياكه اناقه في الاداء، استحاله تكون اوف سايد. الكره بترجع، عادت من جديد كايسيدو، يحاول يتخلص، يلعب كوره خطيره كايسيدو، ممكن كوره وممكن جول، ممكن جول، الله، من سجل هدف الجزيرة الأول، لكن تاركة خطيرة، الله، الجزراوي يعود عن طريق مبخوت. نحو مرمى الفجيرة، يتصدى أيوب بهذه الطريقة في أكثر من مناسبة، بينما هناك كورة خطيرة، الله، ناصر في المرمى، طبعا يعرفون بعضهم البعض بشكل ممتاز، الاثنين مع المنتخب، يتقدم علي مبخوت، سدد، جول، جول. امير كوفوزيفيتش الكره معاه، كوفوزيفيتش يلعبها لياسر مطر، ياسر هناك على طول بالصد، تلعب بالجول، جول، مش معقول. يوصل على طول كوسنيتش، يمرر علي، يستقبل، يسدد، الجول، جول. بتتخلص من دفاعات الجزيرة، نعم مباراة لن تكون سهلة. اوه علي مبخوت هرب وراح، وممكن كورة، ممكن جول، الله. الجزيرة في سنوات ماضية مشهود له بالأهداف، وكرة هدف التعادل، علي مبخوت كرة أمامه ما تفوت، لازم يسجلها، لازم. خطيرة، استلام من علي مبخوت، يمرر له كرة باتجاه فوسيليتس، منها إلى بترويفا، كرة خطيرة، ممكن جول، الله.
يرسلها بالخطا لجوسيلي، يستلمها جوسيلي يمررها بينيه سليمه على مبخوت را، ممكن جول. الله يا لعيب يا لعيب يا لعيب يا فنان. خالد الى علي مبخوت، علي مبخوت راح، علي مبخوت لعبه خطيره يا سلام. الله عليك يا فوزي. اخر اخر خساره تلقاها الصقور في ملعبه من الجزيره، مر عليها كما ذكر كره كوره، ممكن كوره مبخوت تاريخ اول. الله ما في صداقه في مباراه ما بين الجزيره والنادي الاهلي، وعلي مبخوت يتقدم الان، يسدد جول، جول ثاني للجزيرة في الشوط الثاني. في هذه المباراة في الشوط الثاني كرة الأمام مبخوت بعد على الثالث، مبخوت مبخوت الكرة معه. الله تخلص، تعود مرة أخرى لفوسينيت، يرسل كرة خطيرة ممكن جول. الله هدف أول لمبخوت الثامن من زمن شوط المباراة الأول هنا في لقاء الجزيرة والشباب، ومحاول على طول على الخيمة سيطر على الكرة، الكرة معه على طول الأب علي مبخوت، الكرة معاه يحاول يتقدم علي مبخوت، علي مبخوت هو الجول، يلعب الجول، جول جول مساحات غير عادية. هذه كرة تلعب، يا سلام، الله الله الله، خطيرة، جول جول. كرة تعود الآن لحسين عباس، يرجع يسيطر عليها، يلعبها بالخطأ، توصل لعلي، حاول يتقدم، كرة معه على طول، يا جول. والأيام 3-2 هنا على هذا الملعب، 4-2 هناك، هو محاولة خطيرة، علي يتقدم، كرة معه، ينفرد، يسدد الجول، جول. فوز وركلة جزاء، والحمادي موجود، علي مبخوت تقدم، مبخوت شباك مبخوت، ركله ركنيه ملعوبه الان عرضيه، عالي بالراس والهدف، الهدف نعم الهدف الخامس للفورميلا. مضرب في الانتظار، مراقب متابع من حيدر ال علي، كره داخل منطقه الجزاء، هذه بالراس تبعد الكره الماضي، محمد جمال يستعيد، علي مبخوت تسديده، يا سلام. الله يا مبخوت. محاولات لإنهاء المباراة بالأربعة، التسديدة وصلت علي مبخوت، هذه خطيرة، علي مبخوت يستثمرها ولا لا؟ يا سلام يا سلام. الله 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 الله، موجود نيفز، موجود سلطان الشامسي، كرة من ضربة ركنية، جول جول. إيه نعم، عدم إعطاء الفرصة لنادي الجزيرة بالعودة، لكن هذه الكرة بالراس. كرة ملعوبة لتياغو، يرسل كرة باتجاه علي مبخوت، وخطيرة. الله، فخر ابو ظبي يعود. جام والظفرة في لقاء المركزين الاخيرين، بعد ذلك ايضا مباراة اخرى ما بين العميد المصراوي والشارجة. لم يرضى علي مبخوت بالخروج من هنا دون الهاتريك. جونيور، هذه المحاولة، كرة ثانية ملعوبة، وهدف التعادل، هدف التعادل الآن يا ممتاز. الآن علي مبخوت، علي مبخوت اللي معاه في الصورة، علي مبخوت، علي مبخوت، علي مبخوت، علي مبخوت، على طول يلعب جول، جول. وهذه الكرة خطيرة، وعلي مبخوت ربما يأتي بالتعادل، جول. يأتي بالتعادل، نعم، يستغل الخطأ العيناوي ويأتي بالتعادل. يبحث عن ثامن أهدافه وعن هدف رقم 59 في عصر الاحتراف، يتقدم، هو علي مبخوت. تالي يعني تبطل هذه الكرة للأمام، هذه خطيرة، علي مبخوت، جول.
نادي الجزيرة. ركلة جزاء على طول تاني على الطريق علي مبخوت. علي مبخوت تعاد ركلة جزاء وحطتها. ايه ده مش ممكن يا علي يا ولد يا لعيب لعيب جدا طبعا علي مبخوت. تمشي عن طريق نيفيز يا سلام. علي مبخوت شمسية جميلة. هوبا علي هو ده علي كلمة السر. ولدينا محاولة خلفان الفنان بلمسة سحرية برأسية مبخوت. يا سلام يا الجزراوي. محاولة جزراوية. يا فنان لمسة حلوة عدى وبر. مبخوت لازال يحاول. الله كبيرة يا كبير. بهذه الظروف لدينا علي مبخوت. خلاص 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 يا علقها علقها في سقف المرمى. فيها السرعة. فرصة لفريق الجزيرة. ممكن التمرير. علي مبخوت. الله يا علي مبخوت. الكل يترك الطريق عشان علي مبخوت يفوت. محمد جمال ينقل الكرة في الجهة اليمنى باتجاه محمد فوزي. محمد فوزي ربما يأتي بالعرضية. يفعل ذلك. نعم وخطيرة. جول جزراوي. هدف جزراوي صناعة من محمد فوزي. لكن من اللي سجل؟ يسجل علي مبخوت. هنا محاولة لاحظ الجزيرة في الشوط الثاني من المباراة وخطيرة. جول. الجزراوي يضرب بقوة في الشوط الثاني. مبارك مبايك الآن موصوفة. نقل عرضية خطيرة. مبخوت يتقدم الآن. يا عم وضعها مبخوت. سجل الهاتريك مبخوت بالإضافة للحارس محمد النقمي. سلم فايز. التلاتة خطيرة علي مبخوت. هو قلت بقى يلا يا علي بقى يلا يا علي. جول للجزيرة أخيرا. ركلة جزاء على طول تاني علي مبخوت. فرصة هدف تاني الجزيرة. علي مبخوت ركلة جزاء. جول تاني. الجزيرة دلوقتي لعيبة نادي الجزيرة تقول لهم تطلبوا ايه؟ يقول لك احمد عيسى يلعب لحد بكرة الساعة 9 الصبح. مفيش مشكلة. خطيرة. هو خامس. علي هاتريك. الكرة موجودة لعلي مبخوت. علي يتقدم الجزيرة. علي مبخوت امام المرمى. علي يسجل. ممكن كورة. جول. جول جزراوي اول. الجزيرة يتقدم عن طريق علي مبخوت كالعادة. الكرة تعود الآن ترجع مرة ثانية على نص الملعب. الميدا بوصوفة. الميدا محاولة جزراوية. الميدا يتقدم. كرة بعرض الملعب تتلعب. توصل لعلي مبخوت يسدد بالجول. جول. جول. البداية رائعة. الكرة جميلة وهدف جميل في مرمى الزفرة كمدافع قلب. الأسبوع الماضي خطيرة جدا خطيرة جدا. الهدف الأول هو جول علي مبخوت يا ولد. ونتمنى الشباب كمان ما يبعدش. خطيره جدا علي مبخوت. ضرب الاوفسايد. يا نهار ابيض يا علي. ملوش حل. علي 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 يا علي مبخوت يا علي. الهدف الثالث. ادى الحيدروف يمكن ادوار على طول عرضيه خطيره راسيه منتهى الخطوره. والرابع علي مبخوت هاتريك. علي مبخوت هاتريك برغم اضاعه ركله الجزاء. امشي كره ثاني على طول ثاني. مبارك احمد ربيع. مش ممكن تمسك مين ولا مين. تمسك ولا مين. سوبر هاتريك. يا نهار ابيض. علي مبخوت ستة. علي مبخوت ومبارك بالصوفة امام الكرة. تركيز عالي. تسديدة. الله. اغلى اهداف البطولة. تعطيك الصدارة يا علي مبخوت. بالنسبة لعشاق نادي الوحدة كرة وصلت الى مبخوت. لكن الحارس عليه. ومبخوت تابع. مبخوت سجل.
توقفت في الشوط الثاني في بعض الحالات. هذه محاولة من من ضربة حرة مباشرة كانت ولا زالت. أحمد برمان يأتي بتمريرة ولكنها خاطئة. مرتدة. هدف ثالث لمبخوت. خلصها مبخوت. والجزيرة في طريقة للتقدم. تتقدم الجزيرة. هل يواصل المسيرة؟ نعم. الله يا فخر. وهذه الانطلاقة مرة أخرى الثاني. خلفان ما فيش مساندة من وجهة نظر الخلفان. انطلاقة ثانية على طول عرضية خطيرة جدا. هو التحرك، هو ملك التحركات. جول. ارفع ايدك يا بختك يا راجل، يا بختك يا راجل وانت معاك علي مبخوت ما شاء الله. كرة جزراوية الآن موجودة في الجهة اليمنى. تبدأ المحاولة خطيرة. الميدا. كرة. جول للفخر. هذه كرة جزراوية. نقلات حلوة. ليوناردو يبدأ المهمة ويرسل كرة خطيرة. الله. مالك حل. أنت اللي مالك حل يا مبخوت. صيف له الغلبة في كل المحاولة. كرة عالية في الجهة اليمنى. الميدا انطلق. راح الجزيرة. راح الميدا. راح. فرصة جزراوية خطيرة. غير معقول يا مبخوت. هل يختصر الطريق ولا يحتاج لصديق؟ علي مبخوت. الكرة تعود. جول. إذا علي مبخوت يخلص الطريق. في مباراة هذا المساء تقترب الأمور آخر 20 ثانية من عمر المباراة عزيز المشاهد. وهذه كرة تسديدة. جول جزراوي يؤكد الأحقية. 0-0. ما في معاي مبخوت والطنحاني. مبخوت. جول جزراوي. فارس جمعة يأتي بكرة الأمام الآن. الإبعاد من جانب محمد عايض لحسن إبراهيم في خط الوسط وأمام لاعب آخر أيضا في خط الوسط اللي هو خليفة عبد الله. وهذه كرة خطيرة. بوصوفة. يمر بوصوفة. نقلها إلى خلفان إلى مبارك. بوصوفة بالجهة اليمنى. عرضية عالية بالراس. يا سلام. هو مبخوت. عادت إلى مبارك. إلى مبخوت. مبخوت. نعم هو الاستثنائي. وصوف على التنفيذ. هيحطها وين؟ على طول بالراس. تتلعب قدام الجول. جول. ماكينة الإعدام الجزراوية تحطم الأرقام القياسية. ليناردو يسيطر عليها. يلعبها لسالم. سالم يحليها. علي هذه خلف الكرة معه. علي. جول. المحاولة الجزراوية مستمرة الآن. المحاولة الجزراوية مستمرة والكرة خطيرة وفرصة وهدف. هدف للجزيرة. وبالتالي هذه كرة خطيرة في المكان الخطير. كرة. جول. نعم. علي مبخوت. الآن يلقب بالزوري. الزوري. الكرة معاه. زوري الإمارات يلعبها أماميه. خطيرة. علي مبخوت يتقدم. يتوغل. الجول. جول. خطي بعد نصر الظلم.
كايو 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 سر الانطلاقات العناوية من الجانب الشمال. هذا هو الآن فريق نادي الجزيرة يتقدم تمريرة أرض الملعب. جول يا سلام. حارس يلعب أمامية كرة خطيرة تتلعب بعد ذلك تدام الجول تتلعب الجول جول الأخيرة يا جزيرة الأخيرة يا جزيرة. مبخوت مدام في علي معناتها في أمل. كرة ملعوبة السلام حتى وانت مريض يا الجزيرة طبيبك منك وفيك عيري مبخوت علي شالها وعلي كملها جاكم علي. علي مبخوت على التنفيذ علي مبخوت على التنفيذ علي مبخوت علي مبخوت يلعب وجول. نعود الآن لمحمد جمال. بالمناسبة عندنا محمد جمال آخر في نادي حتى في مباراة اليوم والاثنين يلعبون في خط الوسط. محمد جمال لعب وهذه كرة للجزيرة خطيرة خطيرة فرصة جول جول من بدري الجزراوي يسجل. زعلان تينتات على محمد جمال لأنه سجل في شباك فريقه بالتالي وكرة تلعب وعبد الله القميش وهذه خطيرة فرصة لعلي مبخوت تباطأ الله الله الكرة الآن خطيرة جول 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 علي مبخوت مبارك بصوفة يتقدم ويضع الكرة حلوة حلوة راسك يا مبخوت. يوناردو مرة أخرى يوناردو تقدم يوناردو مر يوناردو سدد كرة خطيرة جول جول علي مبخوت في المكان السليم ما بينه وبين علي مبخوت. خذوا هات خذوا هات خذوا هات الجزيرة يصل الآن والجزيرة جول أوه. الجزيرة من الباب الكبير يعود وخلفان مبارك مرة أخرى علي مبخوت يسدد هي جول جول جزراوي رابع. الكرة موجودة الآن محاولة لمسة أمامية علي مبخوت نقلها إلى خلفان علي خلفان خلفان تمريرة إلى علي علي يا سلام يا سلام يا علي مبخوت أصبح ما بين التوب فايف علي مبخوت 117 هدف لم يظهر في أدواره المتعودين عليها. الله 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 راح راح ممكن جول خطيرة ما زالت جول جول. نعم علي مبخوت علي مبخوت يخطف الكرة ويفوت لكن إبعاد الكرة من قبل دفاعات فريق نادي الجزيرة وصلت في منتصف ملعب المباراة. تعود الكرة علي مبخوت راح 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 ممكن كرة ممكن جول. الله يا مبخوت الله يا مبخوت عرضية عالية ومبخوت مبخوت وضعها مبخوت عاد إلى التهديف. خلفان مبارك نقل إلى ليوناردو إلى رمضان إلى خلفان لكن حارس المرمى يا سلام يا سلام علي مبخوت علي مبخوت يا سلام. خلفان مبارك يرسل لك كرة عرضية خطيرة بالرأس بالرأس بالقدم بأي شيء يظهر علي مبخوت علي مبخوت وعلى تنفيذ ركلة الجزاء هل يسجل هدف رقم 11 مع بداية شوط المباراة الثانية. علي مبخوت نعم وضعها وضعها علي وسجل الهدف رقم 11. كرة تعود الآن محاولة
وصلت هذه الى علي. علي علي راح علي تقدم علي 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 حاول فيها علي مبخوت يبحث عن زميل علي لا لعيب يا سلام تياري الى خلفان اتحرك الى امام يا سلام يا خلفان تمريره الى مبخوت يا علي يا علي يا مبخوت مبخوت قدمت تعلم الطريق الى الشباك اخر اربع جولات الظفراوي ما فاز خطرة 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 الله 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 هي جول 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 علي مبخوت يقلص الفارق هداف الجزيرة 10 هدف يبحث عن هدفه رقم 15 مبخوت يسجل الجزيرة هدف في الوقت المحتسب بدل الضايع علي مبخوت علي علي وضع علي سجل الهدف الأول لنادي الجزيرة مع المدرب وهنا تسديدة يا سلام في لقطة النادي علي مبخوت تسديدة أوه جول علي مبخوت الممتع في الشوط الأول هو من عند الكرة الآن خطيرة فرصة الله الله هذا المهاجم اللي ينشد الظهر فيه هذه خطيرة فرصة لهدف خامس للجزيرة بالفعل في المكان السليم ومحاولة خطيرة وهدف جزراوي خامس هدف جزراوي خامس ومبخوت يعادل رقم محمد عمر عادت الكرة لياسانتي ياسانتي ياقوب يرسل الكرة لعلي مبخوت علي مبخوت فرصة جول خطيرة ممكن جول جول بالفعل هدف تقنير الفارق لعلي مبخوت علي مبخوت الهداف ماكينة الهداف الجزراوي أدرك يسجل علي مبخوت يا مختم فيك يا علي هذا المهاجم اللي ينشد الظهر فيه سجل في كل مكان في كل زمان في كل ملعب كان علي مبخوت ما يفوت الفوق